أنا أسماء أحمد فطاني، عمري 21 سنة، من مكة. مكافأتك ما بتكفيك؟ أنت من الناس اللي بتقول إن المكافأة بتضيع في خرجة واحدة وما استفدت منها؟ أنت من الناس اللي بتقول إنه شنطة واحدة بتخلص لك كل المكافأة؟ كلامي لكم أنت وإنتي، ادخاري أبليكيشن في جوالاتكم هيساعدكم على توسيع ثقافتكم المالية وتنظيم مكافأتكم بطريقة جداً مبسطة، والتوفير في مصروفاتكم من خلال الخصومات الموجودة فيه. طبعاً أنت وإنت كنت مصدر إلهامي لتطبيق ادخاري. تعرفوا أنه 76% من الطلبة بحاجة الوسيلة لمساعدتهم على الادخار سواء بنك أو تطبيق، ولكن بطريقة بسيطة. تعرفوا أنه 68% ما ادخروا أبداً لعدم وجود وسيلة مسهلة أو محفزة لذلك؟ هدف اليوم أنه أساعدكم في تقليل النسب دي عن طريق أبليكيشن ادخاري اللي قطعت فيه شوط كبير في التجهيز المبدئي، واليوم ناقص الدعم عشان يكون في متناول الجميع ويساعد أكثر من 200,000 طالب وطالبة في المملكة. إذا كنتوا شايفين إنه أبليكيشن ادخاري حيفيدكم ويفيدهم، صوتوا لي.